لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور خالد شمال، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية في العراق. أهلا وسهلا بك دكتور خالد، وبداية كيف تقيم الأسباب الرئيسية وراء أزمة شح المياه في العراق؟ اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام لقناه القاهره الاخباريه. حقيقه يعني اثني على التقرير المقدمه اللي يعني تناولت به الموضوع. ملف الموارد المائيه العراقيه ملف معقد وذو تفاصيل كثيره. الواقع المائي العراقي الان صعب، بل هو الاصعب منذ سنوات طويله. الموارد المائيه العراقيه هنالك اشكاليه مهمه فيها، ان العراق هو دوله مصب لنهري دجله والفرات، وبالتالي العراق هو متلقي للمياه من دول الجوار المائي ودول الجوار المائي، يعني ما تذكر هذه العباره يعني فيها تركيا وايران ثم سوريا. العراق 70% اكثر من 70% من يعني من موارد المائيه تاتي من خارج العراق، وبالتالي يتاثر كثيرا بثلاثه امور اساسيه. الامر الاول هو طريقة تشغيل هذه الدول لمشاريعها الروائية، سواء كانت السدود الكبيرة أو مشاريع الاستصلاح الكبرى أو تنفيذ بعض قنوات تحويل مسارات بعض الأنهر. والأمر الآخر هو معدلات السقيط المطري والأمطار الغطاء الثلجي المتحققة في هذه الدول. والأمر الثالث هو والمهم هو قيام هذه الدول أو استمرار هذه الدول بتنفيذ مشاريع روائية أخرى دون التنسيق مع الجانب العراقي، وبالتالي هناك يعني حلقه مفقوده بالتعامل مع هذه الدول اللي اعني بها الحلقه المفقوده، هي تبادل المعلومات او استحصاء الموافقات والتنسيق لتنفيذ هذه المنشآت ضمن الفترات السابقه. ايضا شيء مهم اخر، العراق يقع ضمن احد الاقاليم الجافه، وبالتالي العراق الان اصبح دوله رقم 5 بالعالم ضمن مؤشرات الجفاف العالمي. يفترض هذه المنشآت الكبرى اللي نفذت خلال السنوات الأربعين أو الثلاثين الأخيرة كانت تتم بالتنسيق مع الجانب العراقي. الآن بعد أصبحت هذه المنشآت السدود والمشاريع الكبرى واقع حال ليس أمامنا إلا التعامل مع هذا الواقع ومحاولة التفاهم والتحاور مع هذه الدول لإقناعها بمنح العراق حصة مائية عادلة وفق استحقاقاتها الطبيعية والتاريخية والجغرافية وحتى الأخلاقية ضمن يعني معايير الإنسانية ومعايير المواثيق الدولية والأخلاقية. أيضا شيء مهم آخر، يعني ارتفاع درجات الحرارة بالعراق والارتفاع السكاني العراق بالدول المجاورة أسهم بشكل كبير بزيادة استهلاك على المياه. وحتى نكون منصفين مع أنفسنا ومع الآخرين، أيضا ما يزال العراق منذ 30 عاما يعاني يعني أمرين مهمة. الأمر هو بدائية أساليب الري الحقل المستخدمة، وما نزال الري هو الري السيحي والري بالغمر والابتعاد كثيرا عن الري بالتنقيط والري بالريش والري تحت سطحي والري بالفقاعات، وما نزال ننتهج الزراعة التقليدية الزراعة الرطبة، لا نتعامل بالزراعة الجافة ونتعامل مع المحاصيل التي تستنزف المياه. المقنن المائي ما زال عاليا، تعامل وثقافة المزارعين وحتى الباقي المواطنين مع الموارد المائية ما تزال يعيشون ثقافة الوفرة، وبالتالي ثقافة الوفرة انعكست إلى سلوكيات معنية بوفرة المياه وعدم ترشيد استهلاك المياه. يعني الواقع المائي العراقي مشابه إلى حد كبير الواقع المائي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لكن مع اختلاف السلوكيات والممارسات ايضا يعني جمهورية مصر. طيب بما انك تتحدث دكتور عن الزراعه، يعني تقريبا 35% من الشعب العراقي يمتهن الزراعه طبعا وما يرتبط بها من صناعات، يعني كيف اثرت الازمه على هذه القطاعات؟ نسمع انه نسبه التصحر زادت بشكل كبير، والحقيقه انه الارقام تثبت ذلك. ربما أدى ذلك إلى نزوح بعض الأهالي إلى الأماكن التي ما زالت تتمتع ببعض الموارد المائية. إذا نجد تنوعا من المشكلات بناء على وجود أزمة في المياه، لو تحدثنا أكثر عن هذا الأمر. نعم كلامك منطقي سيدة العزيزة. عندما نتكلم أن العراق يستلم ما يقارب 35% فقط من استحقاق الطبيعي المياه،
يمكن تعريف هذه الجملة بشكل آخر، أن العراق يفقد 65% من استحقاقاته. عندما نستلم 35% من حقوقنا المائية، معناه نحن نفقد 65% من حقوقنا المائية، وبالتالي هذه 65% تنعكس على أمور كثيرة، تنعكس على الزراعة، تنعكس على السياحة، تنعكس على الكهرباء، تنعكس على الخدمات المنزلية، تنعكس على حصة الفرد العراقي من المياه، تنعكس على التنوع الايكولوجي والبيئي والحي في مناطق مميزة بالعراق كالأهوار وغيرها، أيضا تنعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، المشهد الطبيعي والمشهد الاجتماعي بالعديد من المدن والأقضية والناحية تغير كثيرا بفعل قلة إيرادات المياه. وبالتالي هناك للعراق هوية زراعية، الهوية الزراعية كان يمثلها ما بين 30 إلى 35% من المجتمع العراقي، الآن هذه النسبة أصبحت أقل، وهذه التناقص هو تناقص مستمر. دكتور خالد، طيب دكتور خالد شمال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية بالعراق، طبعا ما زلنا نتحدث معك عن المشكلات التي يعني تترتب على أزمة المياه وزيادة التصحر، لنتحدث عن دور الحكومة العراقية الآن في محاولة ترشيد استخدام المياه، ربما زيادة توعية المزارعين بالطرق الحديثة في الري، أين أنتم من هذه الخطط؟ نتكلم عن الإجراءات الحكومية مثل ما ذكرت لحضرتك، يعني المشكلة العراقية مشكلة داخلية وخارجية. الإجراءات الحكومية نتكلم عن العمر القصير لهذه الحكومة اللي هو 9 أشهر، هذه الحكومة منذ اليوم الأول تسلمها مهامها، ذكر دولة رئيس الوزراء على أنه بأكثر مناسبة أنه قطاع الموارد المائية والزراعة هو على رأس أولويات هذه الحكومة، وبالتالي مارس يعني نشاط خارجي واضح، زار الجمهورية التركية والجمهورية الإيرانية والجمهورية السورية، وبالتالي هنالك يعني تحرك لملف المفاوضات الراكدة منذ فترة طويلة. هذا أمر في داخل العراق. الحكومة أيضا اتخذت 3 إجراءات مهمة. الإجراء الأول هو تعزيز الخزينة الاستراتيجية والمحافظة عليه وعدم الدفع ب تصاريف مياه إضافية إلى نهر الجول الفرات دون الاحتياج إليها. الأمر الثاني هو تطبيق نظام مناوبة ومراشنة صارم لتوزيعات المياه يمين ويسار النهر لضمان إيصال المياه لكل المحافظات. والأمر الثالث هو حملة كبيرة وحملة وطنية لإزالة كل التجاوزات على حوضي دجلة والفرات، وبالتالي هذه الحملة أسهمت بتحقيق توزيعات مياه وتقليل التلوث وتقليل أخذ مياه الغير. أيضا أمر مهم آخر، الحكومة ضمن موازنة 2023 و24 و25 دفعت بتخصيصات واضحة لدعم تقنيات الري الحديثة، وبالتالي هنالك بالمناسبة هنالك يعني تم تفعيل السلطة العليا للمياه واللي رأسها دولة رئيس الوزراء، فضلا عن أنه الحكومة الآن جادة بعدم توجيه الدعم إلى المزارعين الذين لا ينتهجون يعني تقنيات الري الحديثة في الخطة الزراعية المقبلة. نعم.